أعتقد الأكراد متفقين بشكل كبير جدا، وبالتالي فأعتقد هذا الأمر لن يكون إلا سحابة يعني بسيطة. يعني أعتقد الأيام القليلة القادمة سوف يكون هناك حسم لهذا الموضوع. ما أعتقد الأكراد عندهم خلاف على هذا الموضوع، خصوصا وأن منصب رئيس الجمهورية هو منصب يعني برمزية كبيرة جدا، يعني كما هو معروف، و يعني على النمط البريطاني اللي يقول الملك يسود ولا يحكم. فبالتالي مجالات عمل رئيس الجمهورية يكون محدودة، ويكون هو رمز لكل العراقيين. فبالتالي أعتقد بأن الأكراد يعني ما نقدر نقول اختلاف بقدر ما هو يعني نوع من أنواع الحوار الذي سوف يأخذ وقت معين ولكن لن يطول.